طبيعي الأسعار هذه اللي موجودة الحين حاليا هي أسعار مبالغ فيها جدا، وأنا أبشر أهل الكويت وأقول لهم في المرحلة القادمة إن شاء الله راح ننزل بالأسعار بطريقة راح ينزلون فيها، راح ينزلون فيها بالطيب بالقوة، راح تنزل ينزلون فيها. مبادرتي الجاية إيجابية وراح أشرحها وراح تكون بشكل مختلف هالمرة. شلون؟ اشرح لنا شلون راح تنزل الأسعار بطريقة أو بأخرى، بس أنا خلا أوضح بعض الأمور أساس نعرف إحنا شلون قاعد نشتغل في المرحلة القادمة حتى نوفر الراحة للمواطن الكويتي اللي قاعد يعاني. أنا اليوم لما واحد مثلاً الحكومة الفلبينية تصرح أمام إنها توقف العمالة على الكويت، أقوم أنا أصرح بروحي ماكو مسؤول كويتي يساندني في هذا الموضوع. هذا بالناحية أروح أثيوبيا، أجيب أثيوبيا قصدي، أجيب أثيوبيين للكويت، مع أني أنا أبو طلال يعرف موقفي من الجنسية الأثيوبية من أيام وزارة الداخلية، أتعامل مع أثيوبيا، أرجع من أثيوبيا، أجيب أثيوبيا هني ووقع معهم الاتفاق وألقى بالنهاية إن شاء الله الاتحاد. إنزين وزارة التجارة تقول تعالوا قدموا التكلفة الاستخدام على أساس أن نحط السعر الحد الأقصى للسعر يلي اللي موجود بالسوق. أقوم راح من 12 مكتب من 320 مكتب يتعاونون مع وزارة التجارة، أوكي، أي ألقى تسكير 6 مكاتب للي تعاونوا مع وزارة التجارة. إنزين شنو أسبابكم يا وزارة التجارة؟ والله 6 مكاتب مالت أشكناني ما جو 6 أشهر خدم، كان المفروض يسكرون شركة الدرة اللي خلال 8 أشهر ما جابت إلا 95 خادمة على هذا الموضوع. في الوقت اللي أنتم فيه وقفتوا في الخدم في المكاتب، على فكرة صرفت فيها 800,000 دينار، مع أن مكتب أشكناني واحد من مكاتب أشكناني يجيب 95 خدامة في رحلة واحدة. زين طيب انا بسالك سؤال، انت قاعد تلقي اللوم على وزاره التجاره وان في مشكله اداريه ما بينكم وبين وزاره التجاره، لكن انا بسالك سؤال لو سمحت اخوي فاضل. انتم قلتوا انكم راح تنزلون السعر، وكان لكم تصريح قبل مده قلتوا ان سعر الخدامه راح يكون 400 دينار، الان قلت تدريجيا راح ينزل سعر الخادمه والعامله تدريجيا بطريقه او باخرى، شنو هذه الطريقه؟ نعم، أنا الحين لما إيه أسعى على الهند على سبيل المثال، وأنا ترى الفكرة 400 دينار هذه كانت على السفارة الهندية والعمالة الهندية وحطيتها بجريدة الرأي وجريدتهم. زين لما يصير في هل صار هذا الشيء فعلا؟ نزل السعر 400 دينار حسب المانشيت اللي صرحت فيه أنت؟ هي خل تفتح أول شيء وخل طالع منو سبب الخلل أساس بعدين ننقل لهم على منو؟ منو سبب الخلل؟ أوكي، لما صار في اجتماع بالخارجية ما بين شركة الدرة والأوقاف والشؤون، أنا أبي بطلال يروح يسأل شنو التفاوض اللي صار مع الحكومة الهندية. التفاوض إن كل ما يسألونهم بشيء، شركة قليلة الخبرة، كل ما يسألونهم بشيء يقولون لهم إدارة العمالة المنزلية، يا أخي الخدمة انضربت العمالة المنزلية. العمالة المنزلية أنا بعرف تلبس الخادمة العمالة المنزلية، العمالة المنزلية دورها تنظيمي ولا دورها تحل مشاكل شركة الدرة؟ مع احترامي لشركة الدرة على 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 كل اللي أقوله، ولكن واتهموني الناس إن أنا في 6 وكالات أنا موقع معاهم إن هم اللي يبون العمالة. هذا كلام غير صحيح.